طيب احنا يعني بالمنظر ده كده وصلنا لمستوى، بس احنا قدرنا نعمل ريكوست ونقدر نجيب الريسبونس ونحوله الى جيسون اوبجكت ويبقى الدنيا كلها تمام. طيب انا هسيب اس كده الفايل بتاعي، خلينا على نفس الاند بوينت والكلام الجميل ده، انا مش محتاج اطبع، هخف الطباعه دي عشان الاوامر تبقى بسيطه. ادي الجيسون الريسبونس، وبعد كده الريسبونس ده انا حولته الى جيسون داتا عشان اقدر اتعامل معاه، ولودز هي المسؤوله عن تحويل النص الى اوبجكت، او تحويل النص اللي هو جيسون الى اوبجكت جيسون نقدر نتعامل معاه. هي جيسون دوت لودز بتحول التكست الى جيسون اوبجكت بي بتاع البايثون. طيب وبالتالي نقدر نتعامل معاه. ممكن برنت دي واحنا بنيجي نطبع اقول له جيسون دوت دامبس. دامبس دي هي مسؤوله عن عمليات البرنتنج الطباعه وتنسيق الطباعه من اوبجكت بايثون اوبجكت جيسون تمام. فانا هستخدمها في ان انا اطبع بشكل شيك، يعني الطباعه هي زي ما احنا شايفينها، لكن في امر كده ان انا اجي اقول له انا عندي جيسون داتا دامبس، قلت له انا عايز الجيسون داتا كوما، بقول له اندنت اربعة دي بتطبع شكل الجيسون بالشكل اللي هو المنسق الطبيعي بتاعنا اللي احنا متعودين نشوفه، يعني ما يبقاش متداخل كده. خلينا نشوف شكل الطباعه دي، بيسموها بريتي برنت، يعني طباعه بس بشكل شيك، مش اخبط كده وخلاص. خلينا نشوف الامر اللي هو الجيسون دامبس ده، احنا قلنا ده مسؤول عن الطباعه وتحسين شكل الطباعه وكلام زي كده، واديته الجيسون بتاعنا وقلت له اندنت اربعة اللي هي بتفهم ان تنسيق ملف الجيسون بالشكل ده. هتلاحظوا ان الجيسون طلع لي بقى شكل منسق اهو، صح؟ زي ما فتحنا بنعملها. فنلاقي ان في اصل اوبجكت، في البيز، وفي الديت في الاصل، وفي الريت، فعندنا ثلاثة اتريبيوتس يعني. غير ما كانت ورا بعض ما كانتش مكشوفة قوي، لكن هنا واضحة. عندي ريتس وعندي بيز وعندي ريت، دول الثلاثة اصل. وجوه الريتس في عندي العملتين اللي انا محول منها والمحول اليها. محول منها والمحول ايه؟ والمحول اليها. ده شكل الايه؟ البريتي برنت، الطباعه اللي شكلها شيك وبتبقى مفهومه ومنسقه واقدر استفهم منها. قدرت استفهم ان في عندي جوه الاوبجكت بيز وديت وريتس. وده ممكن بقى ابدا ايه؟ اشتغل عليه. يعني ايه اشتغل عليه؟ يعني اقدر اطبع منه بقى خلاص، انا كده عندي الجيسون ديتا ده الاصل. يعني لو انا عايز اجيب الديت التاريخ ما عنديش مشكله. ممكن اقول له ايه؟ في الكونفرجن ديت تاريخ التحويل عايز اجيبه من البيانات اللي بتاعت الجيسون بتاعت فاقول له جيسون داتا اوف ديت اوف ديت على طول. ليه اوف ديت؟ لان الديت بالنسبه لي مباشر، اتريبيوت مباشر جوه الاوبجكت، صح ولا ايه؟ محدش بيرد عليا يبقى صح، بس كنت عملت الرضا يعني، صح ولا ايه؟ طيب البيز، لو انا عايز اجيب البيز بتاعي الكونفرجن بيز هيبقى بنفس الايه؟ بنفس الاسلوب. اقدر اجيبه كده واقول له نادي على بيز، صح ولا ايه يا شباب؟ واعمل انا عايزه بقى، اعمل لوب بقى، اعدي، اقارن، اسير الشعر اللي انت عايز تعمله. وممكن بنفس الاسلوب لو انا عايز اوصل لباقي الحاجات، يعني عايز اوصل لليو اس دي بكام والجي بي بي بكام، فاعمل له مثلا اقول له والله احنا عايزين نجيب اليو اس دي، عايز اجيبه، فاقول له ده يخش على ريتس، صح كده؟ هيجيب لي، لو قلت له خش على ريتس هيجيب لك الاوبجكت كله، هيجيب لي الاوبجكت كله. قلت له ايوه انا عايز من الاوبجكت اليو اس دي بس، فاقول له عادي جدا لكنها يعني كده، واقول له انا عايز منها اليو اس دي، عملتها كده اهو لكنها ليست اريه، فقمت جاي من الريتس، ومن الريتس جوه قلت له انا عايز اليو اس دي. بنفس الاسلوب انا اقدر اجيب مين؟ الجي بي بي تمام من الريتس، بس هقول له خش جيب لي الجي بي بي تمام. بكده انا مسكت كل البيانات اللي عندي، اقدر العب عليهم زي ما انا عايز خلاص كده. هو بقى انا اقدر اقول اف ان حصل كذا، اعمل كذا، سيرش على كذا، اعمل كذا. تعال نطبعهم خلينا نشوف، تعال نطبعهم خلينا ايه نشوف. اقول له برنت
له اول حاجه conversion rate equal to conversion rate. عندنا اربع حاجات من البعض صح. اول حاجه conversion rate conversion base values دي كده تمام. تعال بينا ايه ران. هتلاحظوا ادي conversion date جاب لي الديت صح، conversion base جاب لي صح، USD جابها لي مظبوط، الجي بي بي جابها لي ايه مظبوط. قدرت انقل البيانات عندي من الجيسون اللي متحوله والدنيا تمام، كجيسون داتا متحوله تمام، واقدر اشتغل معاها وانقل منها وسيرش واقارن واعمل اللي انا عايز اعمله.